السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم مستر هاني العريدي. هنتكلم عن Advanced Permission خاصة بالـ NTFS. احنا لسه في ملحوظة، في عندي حاجة اسمها Take Ownership. The Take Ownership Permission grant the user permission to take ownership of the file or folder. قال لك ساعات ما بتيجي تعمل تيجي تنزل برنامج وعاوز تعدل في فايل معين من ضمن البرنامج، لما بيجي ينزل بيبقى معاه مجموعه من الفايلات. فانا بعمل عاوز اعمل ايديت في ملف تكست، ملف ايا كان بقى الملف اللي انا عاوز اعمل عليه ايديت، اجي اعمل عليه ايديت واقول له سيف، ما يقدرش يسيف، يقول لك سيفه في مكان تاني. فطبعا ماليش بيرميشن. فانت هنا بتقول له لا، خليني اونرشيب على الفايل او الفولدر بحيث ان انا اقدر اعدل فيه زي ما انا عاوز. تمام، ده ملخص الاونرشيب يعني. فالناس خطاهم في ملف ارفعه جبته من على النت، سوري من على طريق الانترنت، بلاش كلمة نت ما بحبهاش، من على طريق الانترنت. فطبعا الملف ده من خلاله هتخلي عشان لما تعمل رايت كليك، ثواني كده، لما اجي اعمل رايت كليك هنا هتلاقي اونرشيب، كلمة ownership تمام مش موجودة. تمام، فانا عشان افهمك، فانا عندي هنا ملف، بس انا عندي ملف اهو، بعمل رايت كليك وهتتلاقي ايه في عندي هنا ownership، بس هو هنا ده شورت فقط. تعالى نشوف الفولدر، ممكن يكون انا حذفت الownership اهو، take ownership. طب انا ما عنديش take ownership على جهاز، فمعلش في ملف هبعته لكم هتسطبوا، هذا ملف ريجست عادي، مش عارف هو موجود هنا، مش عارف انا حذفته ولا لا. اهو تعالوا احنا نرجعه تاني، ناخده كده خط ونرجعه على ديسكتوب. انا مكان في مويه. طبعا الملف ده بيبقى ملف ريجستر، عاوز تخلي الاونرشيب موجود بتدوس عليه دبل كليك، دبل كليك وتقول له ايه يس. تمام، طب عاوز اعمل انستول، بتعمل دبل كليك وتقول له يس. هو بيغير في الريجستر عندك في القيمه اللي هو بيعملها انيبل، او يعني يخلي الامر ده موجود او لا. ده كل ده الملف ريجستر ده بيلعب فيه، فبالتالي يغير هو فيه. طب المكنه الفي ام وير دي عليها هنا برنامج، انا فتحت هنا، تعالوا كده نفتح ماي كمبيوتر. تمام، هفتح السي واخش كده في البروجرام فايلز. ياب ثواني، في بروجرام فايلز ثاني، في ام وير. تمام، في ام وير تولز. تمام، فكان هنا في عندي ملف هنا تكست. تمام، انا عاوز اعدل في الملف ده، فما كنت بعمل هنا انتر اقول له 1 2 3 وادوس هنا سيف، هو هنا قال لك تمام. فطبعا انا معلش واقف هنا، بس كان معايا حد في الشغل فانا بوقف معلش يعني. فالمهم، فما جيت اسيف ما اقدرش اسيف. تمام، فايه الحل؟ قال لك انت هنا بتعمل رايت كليك وتقول له هنا ايه تيك اونرشيب. تمام، هو اوتوماتيك حطه في الاونرشيب. هنعمل دبل كليك وندوس هنا انتر 1 2 3، المفروض انا لما هدوس هنا سيف يسيف اوتوماتيك. المفروض هنا بقى ايه، هو المفروض هنا يشتغل معايا، هو اشتغل معايا خلي بالكم عشان تبقوا عارفين، بس هو ساعات بيعلق. تمام، فانا بقول لكم نشوف ملف تاني، فاهم، في كذا ملف ده مثلا لو ده يقبل، انت بتمسك الحاجه اللي هي مش هتقبل يعني. انا نزلت كذا نسخه يعني، انا بدوس انا انتر 5 5 5 واقول له فايل سيف. تمام، وانا اقول له لا كنسل. انا بقى في الحاله دي هعمل رايت كليك على ملف اهو، قول له
تيك اونرشيب. ساعات الملف بيهنج، بس هو يعني انا عاوز اوصله، لان بمجرد ما انا هعمل كده واقول له هنا مثلا 5 3 5 ايا كان، واقف الملف واقول له سيف، هو يسيف اوتوماتيك. المفروض بقى ما تجيليش دي ما تجيش. ممكن يكون بيعلق معايا، بس هو ده فعلا اللي حصل معايا. ثواني، ممكن يجيب الملف من اول جديد. ثواني، سهلة وبسيطة. المهم القصة دي يعني زي ما عاوز اقول لك اللي هي ايه، ممكن تطبق ساعات، بتطبق ساعات لا. يعني انا طبقتها، طبقت معايا دلوقتي مش عاوزة تطبق. عملت جهاز ستارت برضه ما طبقتش، بس انا طبقتها، ده شغل مني انا شخصيا طبقتها. وقمت ايه يعني بكلمكم على الملف ده عشان تعمل اونرشيب. هي كل القصه دي ما تهمنيش انا، كل القصه دي كلها اللي احنا قلنا ما بنخش هنا مثلا على، وليكن انا عندي هنا نفتح هنا مثلا، مش عارف بقى هيبقى معايا حاجه تانية ولا لا غير السي بارتيشن تاني. السي في حاجه هنا تانية، ده استوديو بول استوديو سبيس. المهم انا هنخش هنا ايه، وممكن نخش برضه على ده ان تي اف اس ده ولا ايه. لما احنا كنا بنتكلم مواد كليك، ونقول بروبرتيز، ونقول سكيورتي، وفي هنا هتقول مثلا ادفانسد، تمام. فكان هنا في عندي حاجه اسمها فيو. انا طبعا مش هعمل انهيت والكلام ده لان انا شغال على ويندوز 10، تمام. ففي عندي حاجه اسمها تيك اونرشيب، هي دي اللي كنت عاوز اتكلم فيها. تيك اون شيب دي معناتها اللي هو الملف ده، لو انا مش عارف اخش عليه، لا ده انا بديك صلاحيه ان انت تخش على الملف ده عن طريق الاونر شيب، البرميشن ده. كل القصه دي عشان اقول البرميشن ده بيعمل كذا. فقبل ما انا اقول البرميشن ده بيعمل كذا او ما بيعملش كذا، لازم افهم البرميشن ده ايه هو. فانا عشان افهمه قريته، بس بعد ما قريته مش عارف اترجمه بعمل ايه. يعني انا ترجمته، انا مش عاوز اترجمها حرفيا، انا عاوز افهم هو بيعمل ايه. فهو تاريخ عملي، هو ما يجي ملف انت عملت له ستور وانت عاوز تعدل في اي حاجه ومش مديك صلاحيه، لا بتقول له لا اعملها لي تيك اونرشيب عن طريق ملفين ريجستري، ودول ان شاء الله انا هرفعهم، تمام. عشان يبقى معاك كل حاجه، تبقى جاهزه، تبقى فاهم بتعمل ايه. هو ده الادفانسد ان تي اف اس. طبعا احنا خلصنا الادفانسد دي، حاجه سنكرونايز دي مالناش فيه. في هنتكلم عن حاجه اسمها شير فولدر. طبعا يعني هقول ملخص كده للحلقه، يعني مش الفيديو الجاي ان شاء الله هنقول هنا شير فولدر يعني ايه. قالك دلوقتي انت ما بت... انت دلوقتي ما عندنا نعمل الفولدر، ندخل يوزر ادمنستريتور، ويوزر اسمه جانا كان على نفس الماشين على نفس المكان. طب فرضا ان انا عامل فولدر معمل له شير على جهاز بعيد خالص عني عن الاكتيف دايركتوري، المفروض الفولدر ده ما تحطوش على الاكتيف دايركتوري، بتحطه على جهاز تاني بعيد خالص. طب فرضا ان هو محطوط دلوقتي الملف الفولدر ده على جهاز بعيد وانا اعمل له شير. طيب الفولدر ده معمل له شير، والشير بياخد بيرميشن، وفي نفس الوقت الفولدر ده بياخد سيكيورتي، يعني بياخد اتنين، بياخد بيرميشن من عن طريق الشير وبيرميشن عن طريق السكيورتي. مين اللي هيطبق وهيطبق ليه وازاي وايه اللي هيحصل، هنبدا نتكلم فيها ده المره الجايه ان شاء الله. ده تكمله للشير فولدر. طبعا هو الموضوع ده كله الليسن 1 ده او ميديول 10 عموما، ميديول 10 ده عموما ايه يا ربي، بسيط وسهل جدا، يعني حاجه سهله قوي قوي يعني. فربنا يوفقني يا رب ونكمل معاكم. وهنتكلم بعد كده حاجه اسمها البرينتر، لسه هنتكلم برضو عن برينتر، وهنتكلم عن الاوف لاين فايل لسه هنتكلم. بس انا بتكلم ان انا هتكلم في الحلقه الجايه عن شير فولدر، تمام. فموضوع لذيذ جدا وسهل جدا، بس عاوز تركيز. ليه عاوز تركيز؟ عشان انت لما تيجي بعد كده هتجيب مثلا يوزر انا مثلا اداره، مثلا وليكن مثلا اداره هندسيه، شؤون عمليه، شؤون عمليه هتخش على فولدر معين بكذا يوزر. اليوزر الاولاني هيعمل كل حاجه، اليوزر الثاني لا هيعمل حاجه واحده، اليوزر الثالث هيعمل حاجه ثانيه،
يبقى انت كل ده عن طريق البرميشن. انا الحمد لله يعني حاولت ان احنا نكمل مع بعض في البرميشن ونشوف ونعمل عشان نوصل لحل. انا مش عاوز اقول لك هي دي بقى البرميشن، ممكن اقول لك ما انا كنت ممكن اقراها واقول لك ريد وده رايت وده اتريبيوت ومش عارف ايه لا وتاريخ عملي. لما بتشوفها عملي بتبقى فاهم اكتر مين اللي ياخد. يعني مثلا انا حطيت ده وما حطيتش ده، انا حطيت مثلا ايه عملت كرييت فولدر وفايل بس ما اديتلوش رايت مش هيشتغل، ما اديتنيش اي صلاحيه. بس بتحط لي رايت الاول وبعد كده تديني ايه كرييت فولدر بعد كده تديني كرييت فايل. شفت ماشيه ازاي؟ او هي كرييت فايل بس المفروض هنا البرميشن تكون واضحه. يا ريت الموضوع يكون واضح اوي ليكم، ويا رب تستفادوا مني، وان شاء الله هنكمل. واتمنى الناس تهتم بالشبكات، الناس اللي مهتمه بالشبكات تهتم اكتر وتذاكر في جميع المجالات. في عندك حاجات كتير في الشبكات لازم تتقنها ولازم تبقى عارفها، وربنا يعيني يا رب ان انا يعني اوصل المعلومه ده لكل الناس. والله انا اتمنى كل الناس تبقى عندها معلومه، ونصيحه مني لوجه الله والله لو حد عنده معلومه ينشرها ما عنديش مشكله، ولو عندك تعليق قول هولي، ولو عندك معلومه قولها ما تخبيش معلومه على حد، ده ما حاجه عندي. هتخبي المعلومه تعمل بيها ايه؟ ما لها لازمه. احنا بندرس على حاجه دلوقتي 2012 وبعد كده هتتلغى وهينزل نزل 2016 واتلغى 2016 ونزل 2019، مش معنى كده اتلغى اللي القديم ما عادش هيشتغل، لا هيشتغل بس يعني بينزلوا بقى حاجات احدث احدث احدث. هي مايكروسوفت كل 3 سنين كل 3 سنين، يعني احنا 2019 لسه بقى 2020 و2021 و2022 في نهايتها بقى نسمع على حاجه بقى ايه حاجه جديده في ويندوز سيرفر، تطورات تطور. فانت بتشرح، انا بشرح 2012 للاسف انا بشرحه عشان ماشي بالتدريج بالتفصيل، هو ده اللي بس مبطئني. لكن في حاجات انا بجري فيها، مش معنى بجري بكوت، لا يعني بشرحها بس حاجات سهلة الحمد لله سلسة بسيطة. انا شفنا قبل كده حاجات تمام، بس مش معنى كده ان انت تتجاهل الشير او البرميشن، لا ده مهم قوي هيهمك اول ما تيجي تعمل اليوزر. تمام، ونشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.